لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعلم عليهم بذلك فقال ما هذا؟ فورد في الرواية في رواية إسلام سيدنا علي رضوان الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي وخلفه أمنا خديجة، فلما قامت أمنا خديجة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا علي، وكان ذلك في بدايات الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات البعثة، فلما رآه قال ما هذا يا ابن عم؟ قال هذا دين. قال إلى ما يدعو هذا الدين؟ قال يدعو إلى الخير وإلى الحق وإلى وذكر له طرف، فقال أنا آمنت بك وصدقتك. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا علي، يقول له استأمر أبا طالب، أنت ما زلت في السادسة أو في السابعة من عمرك، استأمر أباك، شاور أباك. يقول فنظر أبو طالب أو فنظر عليه رضوان الله عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله حين خلقني استأمر أبا طالب؟ يعني الله عز وجل حين خلقني شاور أبي؟ قال لا. قال فلا أشاور أبي في عبادة من خلقني. ومن هذا اليوم بدأ إسلام سيدنا علي بن أبي طالب. في ذلك الوقت كان سيدنا علي بن أبي طالب هو الثالث أو الرابع في جملة من أسلموا على العموم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بدعوته الصديق، أسلم زيد بن حارثة، أسلم علي بن أبي طالب، أسلمت السيدة خديجة. ولذلك تجد أن في العلماء من قال إن علي أول من أسلم، وبعضهم قال بل أبو بكر أول من أسلم، بعضهم قال زيد بن حارثة أول من أسلم، بعضهم قال السيدة خديجة أول من أسلم. فجاء الفخر الدين الرازي وجمع بين هذه الآراء فقال إذا أردت الجمع بينها فأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، وأول من أسلم من العبيد بلال، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من الصبيان علي، وأول من أسلم من النساء خديجة. فجمع بين هذه الآراء جميعا. لكن نجد هنا أن علي رضوان الله عليه كان منذ بدايات حياته كان نقول مسارع إلى الخيرات، نقول بذرة طيبة نتجت أو نشأت في بيت النبوة فتشرب من أنوار النبوة من بواكير حياته، ما جعله بعد ذلك ثابتا، ما جعله بعد ذلك لا يتزعزع لا يتزحزح. سيف من سيوف الله تبارك وتعالى، عقل راجح، همة علية، لا يبالي بشيء في سبيل إرضاء الله تبارك وتعالى، باع الدنيا وما فيها واشترى ما عند الله عز وجل، فما نظر إلى ذات نفسه وإنما نظر دوما إلى ما أعد الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه يسميه فتى الفتيان، ويقول لا فتى إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار. نشأ وتربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.